سي فوزي الخبوشي، مساء النور. مساء النور اختي وداع، مساء النور لكل المستمعين على ديوان فهد. شكرا لفضلك. مرحبا سي فوزي. اليوم القرار اللي خرجوا صندوق الضمان الاجتماعي اشترط له الانخراط نتاعكم يكون لمده لا تقل عن 8 ثلاثيات للحصول على رخصه، هكا ولا؟ اي صحيح. شو اللي تغير وشنو اللي كان وهذا نفسروا للراي العام؟ اول حاجه نحب نسعى قبل كل شيء بصحه صغيره لاخواننا في فلسطين، نترحموا على الشهداء في فلسطين ونشدوا على ايادي المقاومه، وان شاء الله ربي ينصرهم، ودعانا ان شاء الله ربي ياخذ بيدهم ويشتت العدو نتاعهم وكل المطبعين اللي ناصروا فيها من الدول العربيه، خاصه الدول العربيه المطبعين ان شاء الله ربي يشتتهم كما تشتت العائلات الفلسطينيه. نرجع للموضوع نتاعنا، الموضوع نتاعنا والله ناسف احنا لانه نشوف حتى في البلاغ اللي صادر، البلاغ اللي صادر من وزاره الشؤون الاجتماعيه انه ذكر فيه حتى كيما نقول فنعنا الامر 581 وتاريخ صدوره. يعني هذا شبه اتفاق ما بين وزاره النقل ووزاره الشؤون الاجتماعيه لجمع الاموال المتخلده بذمه القطاع هذايا، قطاع النقل بصفه عامه، لان الامر هذايا باش يخص النقل باش يخص الاسناد، كانت شهاده العمل تكون مؤشره في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مده سنه يعني 4 تريمستات. أي. المرة هذه تغيرت عامي مدة سنتين. وهذا اللي احنا اللي نأسفوا له، اللي حقيقة إن الناس تتألم، لأن صارت التحيين نتاع المطالب سابقا والناس خذاوا عليها الفلوس، ومن بعد صار الإسناد ما صارش، إنه صار في الرفوف، واعتبروه المهنيين اعتبروه كضحك على العقول. المرة هذه زاد كذلك انك باش تجمع، انك عندك نحكي على تونس الكبرى بركة، عندك فيها 550 رخصة. انت 550 رخصة وقت اللي انت الطالب الاف من الناس باش تسوي وضعياتها نتاع السينساس. شنو اللي يضمن له انه السيد هذاك انه هو اليوم يمشي يصب السينساس نتاعو وغدوة ما يتحصلش على الرخصة نتاعو؟ هذه حاجة. وثاني حاجة أنا نقول لوزارة النقل، علاش هالنقطة هذه بالذات نتاع السينساس، لو مش وراها خبايا خبيثة، احنا نتأسفوا. شنو هي هالخبايا الخبيثة هذا يا سي فوزي حسب اعتقادك؟ لأنه بالطبع، لأنه كانت سنة اليوم رديتها سنتين، واللي هو مش حتى من المفروض أنه هو باش يكون مشارك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. السيد المهني اللي انت تطلب منه في شهاده مؤشره من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو مازال ما تحصل على حتى شيء، هو يخدم مهني يعني باجره يوم في بعض الاحيان ما تتجاوزش 20 دينار. مش يكفي بها عائلته، مش باش يصبها للصندوق، مش كذا كذا. مع العلم نحكيو على السواق هونيا، نحكيو على السواق بيان سور، نحكي على السواق لانه السواق هم المعنيين اللي باش ياخذوا رخصه، اللي باش ياخذوا رخصه، نحكي على السواق المعنيين. يعني كان المفروض ما تعنيهمش. سي فوزي، سي فوزي عندكم برشا فماش رخص جديده هكا ولا؟ اي هذه خطوه انه باش يبداوا باش يعطيوا الرخص الجديده، معناتها حسب ما فهمت ولا لا؟ بالطبع انه هو الامر مازال فيه بعض التراكمات وبعض الشبهات، من بين حتى بعض الولايات طلبت استفسار والا توضيح من السيد وزير الناقه فيما يخص الامر هذا. يعني مازال ما خرجش للعمل، ويعني مازال ما همش باش يتسندوا به. معناها تنجموا تخلصوا سي ان اس اس نتاع امين وما زلتوا تستناوا في الرخص هكا ولا؟ يعطيك الصحة، وتنجم الناس تقعد تستنى وتجي من بعد طعونات وتنجم تاخذوا حتى شيء، ويعني حقيقة هذا اللي متأسف. وفي العادة تاخذوا عام بركة، معناتها في العادة تخلصوا عام بركة؟ في العادة عام بركة. مع العلم سيدتي الكريمة، مع العلم أنا شخصيا بعثت مراسلة للسيد الرئيس المدير العام للضمان الاجتماعي، الصناديق تاع الضمان الاجتماعي،
طلبت منه راهو سابقا قبل ما تخرج هالمذكره هذه نتاع عموما، طلبت منه سابقا عقد اجتماع وايجاد حلول، جلسه عمل لايجاد حلول للديون المتخلده بالذمه بالنسبه للقطاع كامل، لانه انا نحكي على المهنيين كل، سواء كان صاحب رخصه والا كان اللي باش يقدم على رخصه، يعني نحب لانه انا نشوف الامر اجتماعي، وكان على وزاره الشؤون الاجتماعيه ان هي زاد كذلك تنساق فالطلب هذايا، ولكن للاسف انه اليوم تحب تخلاها ورقه ضغط وقت تخرج هيك البلاغ هذاك، كونه يا مهنيين يا طالبي رخص راني ما نعطيكمش التاشيره الا ما تكونوا انتم خلصتوا الديون نتاعكم. هذا اللي ناسفوا له، ان هي اسمها وزاره الشؤون الاجتماعيه، ولكن هنا ان هي نعتبرها اكثر حتى من شبكه الضرائب كيما نقولوا فانا، ولا اداره الضرائب اللي هي تحاسب فيك كيما نقولوا فنحن، حتى شنو اللي دخلته ولا خرجت هكا مش معقول. هكا احنا عملنا اتفاق مع مكتب المحلي بباردو وحقيقه استجاب لنا، وبعض المهنيين يعني سوينا لهم الوضعيه حتى في الديون المتخلده بالذمه نتاعهم، وحاولنا انه نلقوا حلول بدفع ولو قسط ب 10% بالديون المخلده عنده. لكن زدت عاودت مراسله اخرى للسيد الرئيس المدير العام باش نحب نعممها على كامل تراب الجمهوريه، وهنا قلنا شنو؟ قلنا نمشوا احنا من تلقاء انفسنا جدوله، معناتها تصير كي جدوله، نعاودوا الجدوله، نعاودوا الجدوله بامر معقول. ثم ناس ما عندهاش حتى تعرف انت حتى الكرمي تاع الدواء، ما نربطوهاش احنا كان بطلب برخصه بركه، لا نعموها للناس الكل، خلي الناس في الاخر سي ان اس اس سي فوزي معناتها في مصلحه الاجير، يعني اللي يخدم على تاكسي يعني يلقى سي ان اس اس نتاعو مسبوب وامور واضحه في مصلحه الناس الكل. انت اليوم حتى المستشفيات اذا كان ماكش مخلص سي ان اس اس يعني بطاقه العلاج ما تنجمش تتمتع به، ما تنجمش تداوي به. احنا حبينا انه النقطه هذه، حبينا السيد الرئيس المدير العام وسيد وزير الشؤون الاجتماعيه يسمع فينا على عبر المسرح نتاعكم، حبينا انه نلقوا حلول. احنا بالعكس احنا مدين ايدينا لايجاد الحلول، اما انت كي اليوم تخرج مذكره وتذكر فيها اصلا بالاسم هكايا اللي وبخصوص الامر 581 صادر بتاريخ كذا كذا، الطالبين من الرخص هذا يلزمهم يسووا الوضعيه باش نختموا لكم في العاده، كانها والله تحسها اني ماسطه شويه باللغه الداله ماسطه شويه، لانه مش معقول يا دوله في راهو حتى الشعب ريتي تو عندنا شهر بالضبط، الشعب يعيش ازمه نفسيه من جراء الحرب اللي صايره في فلسطين، يعيش حقيقه ازمه نفسيه، ما تجيش انت تزيد كانك انت تلعب على الاوتار نتاع ماهوش وقته. انا ارجع للارشيف نتاعك يا سيد وزير الشؤون الاجتماعيه، لو تلقى اللي احنا رسلناكم على اساس عقد جلسه عمل لايجاد الحلول للناس الكل، مش بشرط هي انه نكونوا المهنيين طالبين الرخص. نحاولوا نرتفعوا نشوفوا الاوضاع، نشوفوا التايمين وقتاش نطلبوا الحاجات، ما يصيرش معقول. معناتها تطالبوا انهم يراعيوكم شوي الوضعيه نتاعكم شويه معناتها ونجدلوا، ما يصيرش هذا هو معناتها طلبكم من وزاره الشؤون الاجتماعيه بما انها هي تنظر في الوضعيات الاجتماعيه. شكرا سي فوزي.